الخليفة ميردرز، الخليفة ميردرز. هذه الوقفة الاحتجاجية تعبير أولا عن استمرار ثورة شعب البحرين الصامد الذي لم يتراجع شعرة أو خطوة منذ أكثر من 7 سنوات. النقطة الأخرى والبعد الآخر لها أنها صرخة احتجاج بوجه التآمر الدولي على المشروع الديمقراطي، ليس فقط مشروع ثورة شعب البحرين وإنما مشروع الديمقراطي في العالم وأيضا موضوع حقوق الإنسان. المسألة الثالثة أنها تعبير أيضا عن تضامن اللاجئين والمنفيين والمبعدين من البحرين مع شعبهم، وأنهم يتناغمون في مواقفهم وأنشطتهم مع هذه التظاهرات والاحتجاجات اليومية التي تشهدها مناطق البحرين. وبالتالي فإن استمرار مثل هذا العمل ضروري لإطلاع العالم على أن الشعب جاد في مسألة التغيير، وأنه لا يمازح أحدا، وأنه لا يجامل في الحق، بل أنه صامد على مطلب التغيير الجذري في المشروع السياسي البحريني، وأن هذه الوقفة وغيرها من الوقفات والأنشطة في الخارج من الضروري أن أولا تستمر، ثانيا أن تعكس هذا التوجه الثوري لشعب البحرين.